معنا اليوم الشيخ محمد حجازي، وهو من شباب ثورة 25 يناير، شارك في هذه الثورة المباركة. سوف يوضح لنا اللغط الذي حدث بعد عيد الفطر المبارك ممن أعلنوا سواء السعودية أو مصر أن يوم يعني قمنا بإفطاره على سبيل الخطأ. سيوضح لنا هذه النقاط في عجالة سريعة لشبكة يقين إخبارية. الشيخ محمد حجازي تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بداية قبل أن نقول أي شيء في هذه المسألة، نقول إن الشرع الشريف لم يكلف الناس فوق طاقتهم، ولم يضع للناس أشياء تجعلهم في حال بلبلة خاصة في هذه العبادات العامة التي طالب بها كل المسلمين، بل جعل الشرع هذه الأمور ميسورة وسهلة بحيث تكون في استطاعة المسلمين وفي كل زمان ومكان بعون الله سبحانه وتعالى. انطلاقا من هذه المقدمة البسيطة التي يجب أن تتضح لكل مسلم، سنجد في مسألة تحديد رؤية هلال رمضان أو رؤية الأهلة عامة لكل شهر عربي مسألة تعتبر محسومة شرعا، خلافا لما يظنون كثيرون من أنها مسألة صعبة أو فيها اختلافات كثيرة أو نحو ذلك. فنقول بعون الله سبحانه وتعالى النقاط الآتية: أولا، أن الشرع الشريف أمرنا بتحديد الشهور العربية ومنها شهر رمضان وشهر شوال من خلال رؤية الأهلة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما أو فأكملوا العدة 30 في رواية أخرى. وهذا الحديث صريح في أننا نعتمد على الرؤية العينية للهلال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ملاحظة أخرى تؤكد المعنى، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم. ما معنى فإن غم عليكم؟ معنى فإن غم عليكم أي فعل حال دون رؤيته غمام، أي حال دون رؤية الهلال غمام، أي سحاب في السماء. وهذه الجزئية من الحديث توضح أنه من الممكن أن يكون الهلال موجودا وكائنا بالفعل وولد بالفعل، ولكن حال دون رؤيته غمام أي سحاب. فإن غم عليكم أي حال دون رؤية الهلال غمام، وهذا الغمام منع من الرؤية ولم يمنع من الوجود. فاعتبر الشرع أن العبرة بالرؤية وليست بوجود الشيء أو ليست بمجرد وجوده، أي هو موجود وفي نفس الوقت يمكن رؤيته. ولذا أكمل كما رأينا في الحديث قائلا: فإن غم عليكم، لم يقل فصوموا أيضا، وإنما قال: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومعنى ذلك أن الشرع أمر بشيء هو في مستطاع كل المسلمين دون حاجة إلى أجهزة أو تقنيات معينة أو نحو ذلك. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية بالنسبة للحساب الفلكي، حيث يقول الكثيرون إنه حساب دقيق ويجب العمل به ويمكن أن يريح المسلمين نحو ذلك، لن نقول إن الحساب الفلكي فيه أخطاء، لأنه حتى في هذا العام حدث خلاف بين، رغم أن احنا يعتبر تقدمنا كثيرا في علم الفلك ونحو ذلك، ومع ذلك كثيرا ما يحدث خلاف بين الفلكيين في تحديد موعد رؤية ولادة الهلال ومدة وجوده في السماء. ولكن مع ذلك نقول ما نراه شرعا وما نستريح إليه الآتي، والله تعالى أعلم، هو أن الحساب الفلكي دليل نفي وليس دليل إثبات. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني الحساب الفلكي إن كان حقا بحسابات دقيقة ويقينية ومبنية على حسابات دقيقة، إذا قال لنا الحساب الفلكي إنه لا يوجد هلال نأخذ بكلامه، لأنه في هذه الحال لا يوجد ما يمكن النظر إليه. ولو فرضنا جدلا أن هناك هلال، رغم أن الحسابات الفلكية أكدت عدم ولادة الهلال في هذه الليلة رغم دقتها، يبقى كل الحسابات دي حسابات فاسدة ولا يعتد بها كعلم. إنما لو هكت فعلا، لو كانت حقيقة علم دقيق وله أدلته وله ما يصحح ما يصل إليه من نتائج، فإذا قال لنا لا يوجد هلال، إذن لا يوجد هناك أصلا ما يمكن النظر إليه، يبقى هو دليل نفي يصلح في أنه إذا أثبت عدم وجود الهلال يبقى لا يوجد هلال تماما. أما إذا قال لنا الحساب الفلكي إن الهلال سيولد في وقت كذا ولمدة دقيقتين وكذا ثانية أو كذا أو كذا، فحينئذ
نعتمد عليه في رؤية، يعني أن نبني عليه رؤية بعد ذلك. لماذا؟ لأننا متعبدون بالرؤية، صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. يبقى هو يصلح دليل نفي ولكنه ليس دليل إثبات وحده، وإنما تضاف إليه رؤية عند الإثبات. وهذا ما أفاده أيضا الشيخ أحمد شاكر. النقطة الأخيرة حتى نريح الجميع، نقول إن هذه المسألة تستخدم بصورة سياسية، بمعنى أن القمر الصناعي الإسلامي الذي طالب العديد بشرائه وتثبيته أو إطلاقه حتى يحدد لنا بداية الشرق العربية، ونرى الهلال رأي العين جميعا على شاشات التلفاز من خلال هذا القمر الصناعي، هذا القمر يتكلف 16 مليون دولار، يعني مبلغ بالنسبة للدول العربية، بالنسبة لأي دولة من الدول يمكن أن تقوم به شركة من الشركات وليس مجرد دولة من الدول. فيعني الدول العربية لو كل دولة دفعت ربع مليون دولار، لكل دولة دفعت 100,000 دولار، يمكن أن يشتروا هذا القمر الصناعي ويثبتوه ويطلقونه، وحينئذ سيجعلهم يروا الهلال رأي العين من خلال القمر الصناعي، ويراه معهم ملايين المسلمين. وهذه المسألة رغم بساطتها بالنسبة لإمكانيات الدول، إلا أن الدول ترفض تماما هذه المسألة، رغم أنها تنفق الملايين على الكفر والفساد والفواحش والقنوات الفاسدة وغير ذلك من كلام فارغ، ولا تريد أن تضع حدا لهذه المسألة التي يحدث حولها بلبلة كل عام. وهذا ما يبين أن هناك تعمد سياسي لإشغال المسلمين كل عام بهذه القضية التي لا تنتهي. باب إشغال بقى المسلمين، أنا كنت سؤالي ليس تأصيلا أو توضيحا، ولكن المشاهد أو الشعب حاليا في حيرة، هل يقضي يوما أم خلاص كده هو صام رمضان صحيحا ولم يقضي؟ ففي حيرة في الشعب المصري، هل يقضي يوما أم يكتفي بما صامه، ويعني يأخذ فتواته من حيث أن السعودية تضاربت بها الأقوال وأيضا مصر تضاربت بها الأقوال؟ نحن نقول قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أمكن المسلم أن يحدد خبرا ثابتا عمن يثق به دينا وشرعا يبني على هذا الخبر الثابت. أما إذا وجد من أمامه إما أنه لا يوثق بدينه شرعا، أو له مصلحة في أن يكذب أو غير ذلك، أو كلامه مضطرب من الناحية الواقعية، فإنه يأخذ بالاحتياط لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وحينئذ من أراد الأخذ بالاحتياط يقضي يوما ولا بأس بذلك. وفي الحديث أنه صام الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان 30 يوما، فأتى قوم من البادية فشهدوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، يعني معنى ذلك أن المسلمين أفطروا يوما من رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام رمضان وأمرهم أن يقضوا ذلك اليوم. فلا بأس أن يقع خطأ، وحينئذ فنقول اتقوا الله ما استطعتم. فمن لم يترجح عنده شيء يقضي يوما، وأما من ترجح عنده خبر ثقة في أن هذا اليوم ولد قبله الهلال في الليلة السابقة أو في ليلتي، وعلى هذا الأساس أفطر، إذن لا قضاء عليه. المواطن البسيط ليس له في هذه الأمور، هو عايز قولا واحدا، يقضي أم لا يقضي؟ يقضي يوما احتياطيا. الشيخ محمد حجازي، شكرا لك جزيل الشكر.